ازيكم شويه، مرحله جديده من كريم تينيكس. النهارده هنلعب لعبه فورتنايت باتل رويال. دي اول مره العب معاكم فورتنايت، لا مش اول مره، دي تاني مره، لكن اول مره العب معاكم ايه باتل رويال. عايزين بقى نطحن الجيم، احنا بنلعب سولو دلوقتي يا شباب وهنطحن، يعني مش هنشوف قدامنا. خصوصا بقى لو نزلت مكان ما نشوفش فيه حاجه نهائي. بكره اللودينج ده. يلا شباب دي كسبان الجيم. ننزل فين؟ الفرن على قدنا برضه، يعني ممكن فيها ولا نطحن ولا نطحن، بس ده اللي ممكن يحصل. شايفين بقى المزيكا بقى والروان بقى يا شباب، يعني احلى حاجه. اعملوا بقى عشان خاطري اللايك والسبسكرايب. صوتي ممكن ما يبانش قوي بسبب الاغاني بقى وكده، الموسيقى دي مش اغاني، دي موسيقى رايقه كده عند اسم مروان. يلا شباب وانزل يا برنس السا. شباب بصوا يا شباب، احنا مش هنتكلم كتير في الفيديو ده بقى، عشان زي ما انتوا عارفين انا قايل لكم ان شفت في شوية لاج لو انتم ملاحظين يعني يا شباب. افتكرته بعيد بصراحة يعني يا شباب، لكن طلع قريب، طلع قريب. انا مش عارف ده تهنيج ولا لاج. يلا البركة. ريدي اب. يلا الصمت ولا نستمع للمزيكا. شباب ودعواتكم نكسب الجيم. يلا شباب
بصوا على الايم يا شباب، الايمان مذهل. شفتوا يا شباب، بنزل لكم يوميا ومفيش حاجه بغيب عليكم فيها، مش كده يا شباب؟ ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، واسيبكم بقى مع الفيديو. سلام. كده يا عم بقى المزيكا خلصت، نبتدي نتكلم. يلا بقى شباب، نبطل كلام، شكلنا دلوقتي هنبطل كلام. ننزل، مش عارف ده تهنيك ولا لجلجة، مش عارف والله اعلم. المهم يعني صبرني يا رب. مكت بيقول لنا انتوا هتحتاجوني النهارده. فهمتوا يا شباب؟ يلا يا شباب، ده بصوا يا شباب، ده اخر جيم العبه معايا. بصوا يا شباب، انا لو خسرت الجيم ده انا كده كده هخسر. لا بلاش بقى تحديات بقى وكده، عشان احنا كده كده خسرانين. فنتحدى على ايه؟ على خيبتنا. يا عم كفايه رسايل بقى، متعرفش ان انا في فيديو محترف من واحد محترف. عارف يا شباب، انا بصوا يا فورتنايت عندي على الموبايل، فصعب ان انا العب عليه. كان عندي بلاي ستيشن، لو كانت عندي على بلاي ستيشن كنت زماني مبهدلكم. ما بعرفش اصور اساسا كمان من على بلاي ستيشن. من هنا في واد اهو، اخلص عليك الطلق، اخلص عليه الطلق دلوقتي. هيخرج دلوقتي يا شباب. بصوا باللاج، باللاج انا مسيطر برضو. ايه يا عم كل دي المك ده؟ شكلنا نرمي للناس التانية. لكن كريم بيتين اكس ما بيحتاجوش. المزيكا تاني ويلا نستمع. مش البيت اللي هو شد انجذابي قوي يا شباب، اللي هو البيت اللي متلون. بصوا يا شباب، انا بنزل فيديوين في اليوم، لكن انا اغيب عليكم فترة كام يوم كده، يعني مش فترة كتير يعني، فمش هنزل فيديوهات.
يا شباب، انا حاسس ان انا بلعب وحش النهارده مش عارف ليه، بس يلا. يا الهي هذا الشيوط، ام ماذا، ام انا اتخيل شيوط؟ انه شيوط يا شباب. كده فول هيلز. بالتكتيكال شوتجن، انا افضل البامب شوتجن. هيا لنفوز بهذا الجيم. شكلي في كلاية على الطريق يا شباب. رخم. سلام سلام سلام، مش ناقص، بديت رخم.
ده خلص لي الطلق كله. اظن كان في طلقة عادية من شاب عادي لسه ضاربها. انا شايف كده يا رب يا رب. يلا بقى يا رب بسرعة. الطلقات اذهبي اذهبي يا الطلقات. احنا معناش غير السلام يعني. واسم جي حلو لكن لو من بعيد ضايع. طول انا ضايع علي. يا رب بس اجيب فيكتوري رويال لاول جملية. حمستوني يا شباب اول لما لقيت اتبقى 15 واحد ربع الجيم. تخيلوا انتوا يا شباب ربع الجيم. احنا مش هنضرب من بعيد. احنا اللي عايز يضربنا يجيلنا جات عندنا. اهرب انجد بحياتك. احنا جايين نجيب فيكتوري رويال. فيكتوري رويال بقى يا شباب كده عشان ايه؟ حبيبكم كريمة تينيكس حبايبي. مزيكا طحن دلوقتي يا شباب. انا مت يا شباب انا مت انا مت يا جماعه. لو عجب الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي مع كريم تينيكس. للاسف ما خدناش فيكتوري ان شاء الله ناخدها المره الجايه. انا باخدها كتير بس مش عارف ليه ما خدتهاش المره دي. بس اشوفكم الفيديو الجاي مع كريم تينيكس ويلا سلام.